السيسي يوجه بمواصلة العمل بمشروع المتحف الكبير وضمان تشغيله طبقا للمعايير العالمية. احتفالات في أنحاء تركيا بفوز مرشح المعارضة ببلدية اسطنبول. وزير الخارجية الأمريكي يبدأ جولة خليجية لبحث التوتر مع إيران ويكرر عرض التفاوض مع طهران. الثالثة من بعد منتصف الليل، موجز لأهم الأنباء. أهلا بحضراتكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة العمل بمشروع المتحف المصري الكبير وضمان إدارته وتشغيله طبقا للمعايير العالمية. وخلال اجتماعه مع وزيري الآثار والسياحة، شدد السيسي على الالتزام بالتوقيتات والجداول الزمنية المقررة لتنفيذ المشروع. كما وجه الرئيس بإتمام عملية نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة بالفسطاط في موكب عالمي. كما وجه الرئيس بتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف وببحيرة عين الصيرة. وقد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة العمل في أنشطة البحث والاستكشاف في مجال التنقيب عن حقول الغاز والبترول وتوسيع رقعة مناطق الاستكشافات الجديدة. وخلال اجتماعه برئيس الوزراء ووزير البترول وعدد من الوزراء والمسؤولين، وجه السيسي بمواصلة تنفيذ خطة توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية المنزلية والمدن الجديدة، مشددا على تسهيل إيصال هذه الخدمة للمواطنين في أنحاء الجمهورية والتيسير عليهم، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة. أعلن التحالف العربي في اليمن أن ميليشيات الحوثي شنت هجوما إرهابيا على مطار أبها الدولي في المملكة العربية السعودية. أشار التحالف إلى أن الهجوم الإرهابي من الميليشيات الحوثية أسفر عن وفاة مقيم سوري وإصابة 21 آخرين. وقد أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية استئناف الحركة بمطار أبها بعد توقفها لمدة ساعة كإجراء احترازي. أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان تشكيل لجنة للوصول إلى تفاهمات مع الحركات المسلحة في البلاد. وفي مؤتمر صحفي بالخرطوم، أكد المجلس تمسكه بالتوافق والحوار لحل المشكلة القائمة في السودان، مطالبا إثيوبيا والاتحاد الإفريقي بتوحيد جهودهما للتوسط بين المجلس وقوى إعلان الحرية والتغيير بشأن تشكيل الحكومة الانتقالية، مضيفا أن المجلس رفض المبادرة الإثيوبية التي قبلتها قوى إعلان الحرية والتغيير، لكنه وافق مبدئيا على خطة الاتحاد الإفريقي. احتفل الآلاف في شوارع مدينة اسطنبول ومدن تركية أخرى بفوز مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض أكرم إمام أوغلو على منافسه مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم بن علي يلدرم في إعادة الانتخابات البلدية باسطنبول. يشار إلى أن الانتخابات في جولتها التي ألغيت شهدت أيضا فوز مرشح حزب الشعب الجمهوري أكرم إمام أوغلو. يبدأ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو جولة خليجية تشمل المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات لإجراء محادثات لخفض التوتر بالمنطقة. قال بومبيو قبل مغادرته واشنطن إن بلاده تبحث تشكيل تحالف عالمي بشأن إيران، مشيرا إلى استعداد الولايات المتحدة التفاوض مع طهران من دون شروط مسبقة. ختام الموجز، بإمكانكم متابعة المزيد من الأخبار والتقارير عبر الموقع الإلكتروني extranews.tv. إلى اللقاء.